هلا الهدف البعيد لمشروعنا او برنامج التدخل عنا هو بيكون تحضيرهم او تهيئتهم ليكونوا قدرانين يتقبلوا الاخرين، ليكونوا قدرانين يندمجوا مره ثانيه بمجتمعاتهم لما بلدانهم تسترجعهم. في فرق مثلا بنلاقي في ناس اول ما بيجوا ما عم يتواصلوا بصريا، لا بنلاقيهم عم يتواصلوا بصريا، بنلاقي في ناس مثلا ما عم يندمجوا مع رفقاتهم زملائهم الجدد، لا عم يصيروا يتجاوبوا، عم يصيروا يحكوا مع بعض، يعطوا ارائهم، عم يشاركوا حتى ضمن الجلسات. في يعني عم نلاقي الفرق ولكن بشكل تدريجي، مو انه والله بشكل مباشر. يعني نحن لا نرغب بوجود الأطفال في بشكل دائم في هذه المراكز، لكن الجهود الدبلوماسية هي جهود بطيئة صراحة، ولهذا الأمر نحن نقول بناء مركز جديد بهذا الشكل يكون استراتيجيا أفضل. إضافة إلى ذلك، فاليوم نحن عندما نتحدث عن مشروع تأهيل الأطفال نحن لا نتحدث عن 100 طفل أو 200 طفل، هناك الكثير من الأطفال بحاجة إلى عملية تأهيل. وهذه عملية التأهيل يجب أن تتم لأنها سوف تكون بمثابة عملية إنقاذ للمنطقة من ظهور جيل جديد متطرف راديكالي.